السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله قلوبكم، أسعد الله أوقاتكم. أما قبل، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ونور قلوبنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أشكر جميع المتابعين الذين اهتموا بالمراسلات وسألوا عنا، سواء كانوا على الفيسبوك أو على الواتس أو على القناة، تمام؟ ولكن أعزائنا المتابعين، كما تعلمون أنه بسبب انقطاع الكهرباء من أول يوم في الأحداث لم نستطع التواصل مع أحد، فضلا على صعوبة الوضع بشكل عام. طبعا نريد أن نطمئنكم بالسلامة، الحمد لله رب العالمين. ويعني ما جرى رأيتموه في بداية الفيديو عبارة عن لقطات سريعة. وقبل أن أختم إليكم يعني هذه اللقطة الأخيرة في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.